كان أقول الكتاب اليوم بعض الناس ربما مع استخدام الجوالات والتقنية بدأ يميل الكتاب التقني أو الإلكتروني أو الرقمي أو الورقي. أعطونا ونقرأ تغريداتكم مثل الله عز وجل على ضيفنا وعلى مسامعكم، وأنا بأخذ رأي ضيفي. بس ودي أسأل قبل أستاذ ياسر، لما تكلمت عن أهمية المكتبات، طيب كيف تجد اليوم إقبال الناس عندنا على الكتب والمكتبات والقراءة؟ والله الحمد لله، أنا تعرف أني مطلع ولله الحمد من يعني يمكن قريب من 30 سنة يعني هذا المجال، في هذا المجال، ويعني أدور في المكتبات وفي معارض الكتب، والحمد لله يعني الحال جيدة والناس تشتري الكتب وفي إقبال ولله الحمد. والناشر يعني الآن السعودي يضخ مبالغ كبيرة في كل سنة طباعة كتب وبمبالغ ضخمة، لو ما كان يجد مردود مادي، لو ما كان يجد قنوات للتصريف هذه الكتب توقف عنها من زمان يعني. فالحمد لله يعني الآن يعني الجامعات الآن تحتاج إلى طباعة المقررات، يعني عموم الناس يحتاجون إلى الكتب في شتى المجالات، والناشر الذي يطبع الكتاب ويعني يوزعه يعني يجد ولله الحمد إقبال، يعني لا شك أن فيه في تراجع، وليس في المكتبات فقط، التراجع عالمي في كل شيء، يعني في بعض المطاعم فيها تراجع، يعني قنوات فضائية في عندها تراجع، يعني الصحف الورقية ممكن نقول الصحف الورقية، نعم الصحف الورقية الآن يعني تكاد يعني تندثر، يعني تراجعها أقوى وأكبر من تراجع الكتاب الورقي، يعني فلا زال الكتاب الورقي موجود وحاضر في الساحة، ويعني هناك تغير، يعني بعض الناس يقارن الآن بقبل 30 سنة أو 20 سنة، في فروق كثيرة جدا، يعني الآن الضخ الحاصل الآن، أنا مطلع تعرف والله الآن ضخ الكتب يعني ضخ ضخم جدا، لا من حيث العدد، الآن كثر الناشرين الكتب مؤلفين الآن أضعاف يعني الذين كانوا موجودين من 20 و 25 سنة، إذا كان مثلا عندنا في البلد الذين يؤلفون 100 الآن عندنا 2000 أو 3000، يعني كل من حصل على رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه يريد أن ينشر رسالته، كل إنسان يعني مؤلف في أي شتى من أنواع المعرفة يريد يعني ينشر هذا التأليف، ولو ما وجد ناشر ما استطاع، الناشر هو الذي يطبع لك وينشر ويوزع يعني كتابك في العالم، سواء في داخل السعودية أو في العالم العربي وفي المعارض الدولية. والآن نشوف يعني في المعارض، الآن معارض الكتب الآن فيه الحمد لله يعني حراك قوي جدا، إذا الآن عندنا إذا أقيم معرض للشاي أو معرض للصيد أو معرض للعطور، العطور مثلا، العطور أو معرض للكتاب، أنا شفت المعارض هذه، معرض الكتاب أكثر زحاما من هذه المعارض، وربما كذلك يعني مرتديه زبائن فعليين يشترون، لا مرتديه هم الطبقة العليا في المجتمع الحقيقة، العلماء تجدهم في معارض الكتب، نخب، نعم النخب، الوزراء، الكبار المثقفين، أساتذة الجامعات، يعني النخب مثل ما تفضلت، طلبة المعرفة، يعني هم اللي تلقاهم في معارض الكتب، فيعني الحمد لله يعني يعني الكتاب الورقي بخير، وهو يعني ما في تعارض أبدا مع الكتاب الإلكتروني، كلها في سبيل المعرفة، ولا أنا ما يعني أتخيل أبدا أن هذه الحياة تستقيم بدون كتاب ورقي، يعني لن يموت الكتاب الورقي بإذن الله، سيظل مستمرا ويضع يعني يساهم الكتاب الإلكتروني يساهم في انتشاره أيضا. على ذكر الصحف الورقية لما ذكرتها أستاذ ياسر، ما تخشى أن يصيبها ما أصاب الصحف الورقية الكتب؟ كتب ورقية، لا أبدا، أنا إن شاء الله مطمئن لوجود فروق كثيرة جدا، يعني لا شك الناس الآن تغيرت ثقافتها، الآن أنا قبل الحلقة أقول لك هذا الجهاز الجوال، هذا الجهاز يعني دمر العالم، يعني حتى القنوات الفضائية تشتكي منه، يعني الآن حلقات والبرامج الأخبار في القنوات الفضائية تجدها وغيرها من برامج ومسلسلات تجد ما تشاهد مباشر، تجد مشاهدات مباشر قليلة، لأن كثير من الناس يحملون البرنامج في الجوال ويشاهدونه يعني في أي وقت يختارونه، في السيارة، في وقت الراحة، وفي وقت كذا، فالكتاب الورقي بإذن الله لن يموت، سيستمر. لكن أستاذ ياسر، يعني على ذكر الجوال الجهاز الكفي،
اليوم القنوات عموما هي واكبت الأجهزة هذه، يعني تجد مثلا كل قناة لها في منصة إكس حساب، لها في منصة التيك توك كذلك، لها في منصة اليوتيوب، صحيح. مثل في فيسبوك، في هل المؤلفين ودور النشر جالسة تواكب هذا، يعني تعاضد الكتاب الورقي بالكتاب الرقمي؟ نعم، فيه الآن فيه بعض المؤلفين يقول أن نشر كتابي الورقي نسخة رقمية PDF يساهم في توزيع الكتاب الورقي، هي نفس الكتاب، يعني سمعتها من عدد من المؤلفين، يعني يقول أنا أنشر كتاب أطبع 1000 نسخة 2000 نسخة وانشرها PDF، سبحان الله تنفذ بسرعة، فروح أطبع مرة ثانية، لأن يقول كثير يطلعون عليه على النسخة الرقمية ويقول والله هذا كتاب جميل وكذا أحتاجه ورقي. هذا يحصل أحيانا، ربما الواحد يقرأه رقميا ثم يرجع ويشتري. أي نعم، هذا نعم حصل معك أستاذ ياسر؟ أي نعم، كثير والله، يعني كتب كثيرة أطلع عليها، بل أني أروح أطبعها، يعني رسائل علمية أطلع عليها رقمية، نوقشت الرسالة ولكن الباحث ما نشط لطبعاتها وانتشرت نسخة PDF رقمية، أقرأ فيها صفحات والله متميزة، هذه الرسالة مفيدة، فروح أطبعها وأجلدها وخليها عندي، يعني لأن يختلف بالنسبة لي، وفي ناس كثير وفي ناس يختلفون، أنا تركيزي في الكتاب الورقي أكثر، لما أقرأ في كتاب ورقي يكون التركيز أكثر والاستفادة أكثر والتحصيل العلمي أكثر من الكتاب الورقي، يعني عفوا من الكتاب الإلكتروني، الكتاب الرقمي يعني مفيد، ولكن بالنسبة لي أنا كشخص، وفيه كثير يؤيدوني وفيه أيضا وناس قد يخالفوني، أنا بالنسبة لي أستفيد لما أقرأ كتاب ورقي أكثر من الكتاب الرقمي. جميل. وفيه فروقات. طيب، أنا سنأتي لبعض الفروقات.